قلنا كتير عن المخرجين اللي بصمتهم بتكون واضحة في أعمالهم، وعرفنا إن الشطارة بتكون في توظيف الأدوات واختيارها بدقة علشان العمل يكون مكتمل. وفي الحلقة دي احنا عندنا مخرج أخرج لنا أعمال محفورة في ذاكرتنا وفي ذاكرة أي حد بيحب السينما، على الرغم من إن إنتاجاته كمخرج أفلام كانت قليلة جدا، لكنه مازال مخرج شاطر. علشان كده أنا عبد اللطيف من قناة من غير مونتاج، وفي الحلقة دي هنتكلم عن ديفيد فينشر. طيب احنا موجودين سنة 1962 في عائلة امريكية ولسه مولود ليهم بيبي صغير بيسموه ديفيد، اللي طفولته باختصار كانت متلخصة في جملة واحدة وهي التنقل من مكان للاخر. عائلة ما كانتش راسية في مكان، كل شوية تلاقيهم ايه راحوا ولاية نطوا سافروا مش عارف ايه. لكن في ظل هذا التنقل جرب ديفيد كده حاجة، يعني اختراع بسيط كده صغير مسكه في ايده، وهي الكاميرا. كانت اول مره يمسك كاميرا وهو عنده 8 سنين، وانبهر بفكره الجهاز اللي بيشوف الحاجه زي ما انا ما بشوفها، واللي اقدر اعمل بيه حاجات مجنونه زي المخرجين اللي بيعملوا افلام وبيطلعوا حاجات مجنونه برضو. ويبقى عنده هوس بالكاميرات لحد ما يكبر ويبقى عنده 18 سنه. وهو عنده 18 سنه كان خلاص بقى مخلص المدرسه الثانويه، وقرر ان هو هيشوف بقى اي شغلانه ليها علاقه بالكاميرات. فجات له شغلانه في شركه اسمها كورتي فيلمز. بعد الشغلانه دي يعني رجع بقى لذكريات الطفوله وقعد يتنطط من شركه لتانيه برضه. طبعا كان من ضمنهم بعض شركات الانتاج اللي عملت انتاجات ضخمه، زي مثلا شركه الانتاج اللي انتجت انديانا جونز. ومره ورا التانيه اخد فرصه انه يعمل اعلان لجمعيه السرطان الامريكيه، والاعلان ده كان بيحذر الحوامل اللي بيدخنوا من خطر التدخين، وزي ما انت شايف الاعلان كرياتيف جدا. خليني اقول لك بقى ان اللي عمله ديفيد فينشر في الاعلان ده خلى المنتجين يبصوا له كده، اللي هو انت شكلك ايه فيك حاجه حلوه كده، وقرروا ان هم عاوزين يدوا له اعمال اكبر بميزانيات اكبر شويه. فكانت فرصه لاخراج الفيلم الوثائقي ذا بيت اوف ذا لايف درام، واللي ممكن نقول عليه انه الفرصه الحقيقيه لفينشر اللي اخذها فينشر وعمل فيها كل اللي يقدر عليه وقتها. بس خليني اقول لك ان على الرغم من ان الحاجات والعروض اللي كانت بتجيله ان هو يعمل اعمال زي افلام وثائقيه، الا انه كان منبهر جدا بفكره الاعلانات. احنا بنتكلم على دقيقه او دقيقتين بالكتير قوي اقدر اوصل فيهم فكرة حلوة وانجز الموضوع بسرعة فانتج شغل كتير وبالتالي يجي لي عائد كتير. هو كان منبهر بفكرة الاعلانات، فانضم لشركة اعلانات اسمها بروباغاندا فيلمز، وفعلا عمل اكتر من اعلان واكتر من كليب. وبالمناسبة نفس الشركة اللي كان بيعمل فيها الاعلانات كان فيها مخرجين تانيين كبروا بعد كده زي زاك سنايدر مثلا، وهو كمان كان مع فينشر يعني في نفس المكان. ووعد بقى الكام اعلان اللي عملهم تجي له فرصة حقيقية لاخراج فيلم هيتعرض على الشاشة الكبيرة، والفيلم هو Alien سنة 1992. الفيلم اللي للأسف ما كانش بداية موفقة ليه خالص في الإخراج السينمائي، لكنه كان بالجرأة اللي تخليه يقول إن الغلط واللوم لازم يروح على المنتجين مش عليه هو. وبعد اللخبطة والشوشرة اللي حصلت الفترة اللي فاتت دي، اسم ديفيد فينشر اتأثر بشكل كبير، والمنتجين ما بقوش عندهم ثقة إن هم يدولوا الفلوس بتاعتهم عشان يعمل عمل، فقرر إن هو يرجع تاني للإعلانات وتصوير الكليبات. لكن اللي ما كانش فيه أي حد على الإطلاق عامل حسابه هو الفيلم اللي نزل سنة 1995، تجربة تانية لديفيد فينشر في السينما، وهو فيلم 7. الفيلم اللي مش بس حاز على إعجاب النقاد والجمهور، ده كمان ملى جيوب المنتجين بمئة مليون دولار أرباح محلية و300 مليون دولار كإجمالي أرباح الفيلم دوليا، الحاجة اللي خلت المنتجين ترجع ليهم الثقة مرة تانية في ديفيد فينشر. ويهدى فينشر كام سنة كده ويرجع لنا سنة 1997 بفيلم The Game، اللي تحس ان عمله وهو متكدر كده، يعني مفيش نفس الذكاء اللي كان في 7، لكنه كان بيقول ان انا المخرج ولسه موجود وتقدروا تدينوا الفلوس واعمل افلام. وده فعلا يحصل سنة 1999 لما تجيله الفرصة انه يخرج احد اهم الافلام في تاريخ السينما، لكنها وقتها للأسف كانت اتعس اعوام ديفيد فينشر. في السنة دي ديفيد فينشر اخرج الفيلم الروائي Fight Club، الفيلم اللي كان مليان ذكاء واسقاطات ورمزيات وتقدر تطلع منه بلوحات اخراجية رائعة، والمونتاج بتاعه كان اكتر من رائع. لكن شوف احنا شايفين الفيلم ازاي النهاردة، ساعتها الفيلم ده كان افشل فيلم في السنة، لا النقاد ولا الجمهور كان طايق ديفيد فينشر ولا كان طايق الفيلم. خلينا اقولك ان النقاد في الوقت ده كتبوا كلام عن الفيلم يسم البدن، والجمهور
ما راحش يتفرج على الفيلم والفيلم فشل في البوكس اوفيس. ولكن ليه كل ده كان بيحصل؟ خلينا اقول لك ان هم كانوا شايفين ان الفيلم ده بيدعو للفوضى وللثوره ولحاجات كتيره تانية كده، ولكن هذه هي النظره الاولى للفيلم والانطباع الاول لا يدوم. ففيلم فايت كلوب اللي كان أسوأ فيلم في تاريخ السينما عند نفس النقاد اتحول لأحد أفضل الأفلام في التاريخ. ولك أن تتخيل أن الفيلم اللي عمله بعد الفيلم ده هو فيلمه سنة 2002 وهو فيلم بانيك روم. وأحداث الفيلم كلها بتدور حوالين 5 شخصيات بالضبط، ويوم ما بنقول إحنا في براح بيكون الفيلم متصور في البيت. وحقيقي فيلم يستحق المشاهدة، وأنا عن نفسي بحبه جدا، وأتمنى بس تركزوا في المشهد اللي أنا عارضه لكم ده. دي حاجة اسمها لونج تيك، يعني أنت وانت بتتفرج تحس إن المشهد متاخد من كاميرا واحدة، الكاميرا ما بتفصلش ولا قطعت ثانية واحدة، في مشهد واحد نقل لك كل تفاصيل البيت اللي أنت هتقضي فيه الشغل كله. بس يعني أنت مدرك معايا إن ديفيد فينشر يعني بطيء شوية في الفترة اللي فاتت دي كلها، ما انتكش غير هما كام فيلم بس، وفعلا هو كان بطيء جدا في الوقت ده. فعندك مثلا يعني من 2002 ل 2007 قاعد فاضي ما بيعملش حاجة، فجي بقى سنة 2007 وقال لك خلاص بقى أنا هنعمل فيلم بقى من بطولة اسمه ايه ده؟ روبرت داوني جونيور تقريبا. هو روبرت داوني جونيور، احنا عملنا عنه حلقة بالمناسبة قبل كده، والفيلم هو فيلم زودياك. فيلم يعتبر هو الافضل حتى الان لديفيد فينشر من حيث النقد، ومش بس لديفيد فينشر، لكن سنة 2007 بالنسبة للنقاد ما كانتش سعيدة غير على الفيلم ده. كل الافلام اتعرضت لانتقادات سيئة جدا، والفيلم ده بس هو اللي اتعرض لانتقادات جيدة. اذا الفيلم ده هياخد جوائز، وعلى الرغم من كل الكلام ده الا انه لم يترشح لاي جائزة اوسكار. حس ان فيلم زودياك دوت عامل زي انكا جيمز ايه محمود اسماعيل كان طالع بيه بقى فوق، وهو ده الفيلم اللي لازم ياخد اوسكار وبتاع، ما ترشحش ولا اوسكار. اوكي بس يعني استنى كده، استنى، الفيلم اللي بعديه فيلم مهم جدا، الفيلم اللي بعديه في حياة ديفيد فينشر يعني خليني اقولك ان هو في ليفل تاني خالص. وطبعا الفيلم ده احنا اتكلمنا عنه في حلقة براد بيت، وهي رائعة، The Curious Case of Benjamin Button. فيلم اللي بيحكي عن راجل بالشقلوب اتولد عجوز وبيصغر بمرور الزمن. كلنا عارفين ان الفيلم من بطولة براد بيت، والفيلم طبعا رشح فينشر لاغلب جوائز السنة دي، اوسكار، جولدن جلوب، بافتا وغيرها، لكنه للأسف ما أخدش ولا واحدة فيهم برضو. بس المهم أنه بيرجع تاني في السنة اللي بعدها على طول بفيلم أنا الصراحة مش بحبه، على الرغم من أن في ناس كتير بيحبوه، وهو فيلم The Girl with the Dragon Tattoo. لكن الفيلم ده كان بيأكد أن ديفيد فينشر شاطر في أنه يحول الروايات لأفلام. وبكده يا سيد الفاضل نكون وصلنا لآخر أفلام ديفيد فينشر، وهتتفاجئ أن آخر أفلامه كانت سنة 2014، وقلت لكم أنه هو كان كسول جدا. وطبعا الفيلم ده كان فيلم جان جيرل، وبرضه فيلم روائي طويل من بطولة بين أفلك، وهو باختصار كده فيلم إثارة يقعدك على طرف الكرسي وما تبقاش عارف إيه اللي بيحصل فيه. أظن والله أعلم إن دي الحلقة الوحيدة لحد دلوقتي اللي قلنا فيها الأعمال الكاملة للممثل أو المخرج أو الشخصية عموما اللي احنا بنتكلم عليها النهاردة. ديفيد فينشر أعماله قليلة جدا، على الرغم من كده إلا أنه مخرج ليه اسمه في هوليوود، نتيجة لأن الأعمال اللي عملها كانت طبعا أعمال مهمة. بس برضو تقول لي يعني ديفيد فينشر قاعد من 2014 بيعمل إيه دلوقتي؟ أقول لك إن في مسلسل بيعمله اسمه مايند هانتر، كان شغال فيه من سنة 2017 لحد سنة 2019، مسلسل لطيف كده ولذيذ، واخد تقييم عالي على IMDB. أنا طبعا ما اتفرجتش عليه، بس يعني التقييم العالي مش كل حاجة. كمان تم الإعلان إن هو هيكون مخرج لعملين جايين هينزلوا سنة 2020، واحد منهم اسمه مانك أو مونك، والتاني واللي أنا مستنيه طبعا وهو World War Z اللي هيحصل فيه لقاء السحاب للمرة التانية أو للمرة التالتة بين ديفيد فينشر وبراد بيت. وبس كده أنا خلصت كلامي عن ديفيد فينشر، يعني هو ما عملش أعمال كتيرة، فخلاص كده هقول إيه تاني؟ هقول إيه تاني؟ يا ديفيد فينشر اعمل أفلام، فين ايام فايت كلاب و7 و ذا كيوريوس كيس؟ احنا محتاجين الحاجات ديت بقى قريب ان شاء الله. بس بما ان احنا خلصنا كلام عن ديفيد فينشر، فتعمل لايك وشير الحلقه لو عجبتك، وتسيب لي رايك تحت في الكومنتس. كمان تتاكد انت عامل سبسكرايب في القناه، ولو عامل سبسكرايب تفعل التنبيهات عشان تجيلك الحلقات اللي جايه اول باول، علشان عايزين نكبر القناه اكتر واكتر. وبس كده، السلام عليكم.